في الزهراء كان مولده، وينتهي إلى الأنصار نسبه، وفي قرطبة المزدهرة كان منشأه، وفي الطب والجراحة كانت براعته وتألقه. زاهد عبقري يحمل مشعلاً لأبناء صنعته بيد طولى لا تستجدي عطاء مخلوق، في مصنف جامع يحوي أسرار المهنة، يقول في مفتتحه: وهاب كتاب ألفته لكم وجعلته مقصورا عليكم، ولم أعدل به إلى سواكم، عظيم الفائدة قريب المنفعة، وسميته كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف، وذلك لكثرة تصرفه بين يدي الطبيب وكثرة حاجته إليه في كل الأوقات، وليجد فيه من جميع الصفات ما يغنيه عن التأليف. فضمنت كتابي هذا كل ما جربته واستحسنته في طول عمري منذ 60 سنة، إنه حبر الجراحين، أبو القاسم الزهراوي. لم ينقل لنا المؤرخون الكثير عن حياة الزهراوي، لكن المعلوم أنه ولد عام 936 من الميلاد، ونشأ في مدينة الزهراء القريبة من قرطبة بالأندلس، وقت أن كان في قرطبة 50 مستشفاً و70 مكتبة. عندما يذكر الزهراوي يذكر علم الجراحة عند العرب. فالزهراوي واسمه الكامل خلف ابن عباس الزهراوي، نسبة إلى مدينة الزهراء الموجودة في الأندلس والتي ولد فيها الزهراوي، فهو من رجالات القرن الرابع الهجري أو العاشر الميلادي، أي أنه عاش في قمة مرحلة الازدهار في الأندلس. من حسن حظ الزهراوي أنه عاش في بيئة علمية جيدة، فعبد الرحمن الناصر ابتنى مدينة الزهراء وجعلها مقصدا للعلماء والدارسين، ووفر لكل عالم ما يلزمه من كتب وصالات وقاعات مطالعة وكل ما يلزم العالم للتجريب. في هذا الجو نشأ الزهراوي. الطب في الأندلس ازدهر ازدهار المجتمع الأندلسي، وبما أن الأندلس كان قريبا من أوروبا فقد كان الاحتكاك بين النخبة الأوروبية والأندلس كبيرا جدا، وكانت مدن الأندلس وخاصة طليطلة في البداية مركزا هاما لنقل وترجمة الكتب والمعلومات الطبية إلى اللاتينية. كان الزهراوي عالما موسوعيا يؤلف ويصنف في علاج الأسنان وأمراض الباطنة واستئصال الأورام وغيرها، غير أن مجال علمه الأشهر كان في علم اليد أو الجراحة. هذا الكتاب موسوعة ضخمة لم يؤلف الزهراوي غيره، ولكنه كان في 30 مقالة. لعل أشهر تلك المقالات هي المقالة الأخيرة والمقالة 30 من هذا الكتاب، والتي تحدث فيها الزهراوي عن علم الجراحة. تعتبر كل مقالات الكتاب كتاباً مستقلاً بحد ذاته، ولذلك اختلف الذين أرخوا للزهراوي فيما إذا كان كتب كتاباً واحداً أم عدة كتب، ولكن الحقيقة هي كتاباً واحداً يضم 30 مقالة، تشمل علم الصيدلة، تشمل علم الطب، تشمل علم الجراحة. على الرغم من أهميتها ومن تأثيرها في أوروبا، إلا أنها جزء من الكتاب، فالكتاب فيه أدوية بسيطة وأدوية مركبة، وفيه صناعة دوائية، وفيه صيدلة، لكن فيه موضوعان أيضا مهمان على غاية الأهمية. الموضوع الأول مقالة خصصت للمصطلحات الطبية بعدد من اللغات الشائعة في الأندلس ذلك الوقت، ومقالة أخرى لأسماء الأدوية باللغات الأعجمية المتعارف عليها في ذلك الوقت. أدرج الزهراوي في كتابه الأشهر التصنيف لمن عجز عن التأليف
أكثر من 200 تصميم لآلات متعددة، ولكل أداة منها أشكال وأحجام مختلفة. اهتم الغرب كثيراً بالمقالة، مقالة الجرح، المقالة 30، وهي المقالة الأخيرة، لأن العصر الذي كتب فيه الزهراوي هذه المقالة لم يكن هناك كتب تتناول موضوع الجراحة. الزهراوي بكل جدارة وبكل دقة وصف كثيراً من العمليات الجراحية، ووصف الأدوات التي يستعملها في هذه الجراحة. أدركنا يا معلم، أدركنا يا معلم، شاب جريح رشق بسهم في بطنه. أدخلوه غرفة الجراحة بسرعة. لا تخف، أعطيه جرعة مسكن. أعطني المقص. لا تنزعج يا بني، سنترك السهم مكانه لبعض الوقت. كيف يكون ذلك يا سيدي؟ أليس في الأمر خطورة؟ أعتقد أنه مهيأ للجذب. سأشرح لك الأمر من واقع مقالتي في استخراج السهام. نستطيع أن نقول بأن الأدوات التي استعملها في الجراحة في المقالة كلها تقريبا من اختراعه هو أو من صنع يده هو. لم نجد في الكتب التي تعتني أو تعنى بالجراحة قبل الزهراوي أي رسم لأي مبضع أو لأي أداة جراحية. هو وصف بضع مئات من الأدوات الجراحية لشق البطن ولاستخراج الجنين الميت، للتوليد، للكي، للكسور، للخلوع. هذا الكتاب يحتوي على عدد كبير من الأدوات الجراحية التي استعملها عمليا في طبه، ولم يكن عالما نظريا بل عالما تطبيقيا. وهذه ميزة من بعض ميزة هامة للزهراوي في تأليفه العلمي وفي تطبيقه العملي. يقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبو في كتابه حضارة العرب إن الطب مدين للعرب بالعقاقير ووصف الأمراض وأنواع الدواء، وإن علم الجراحة مدين للعرب في كثير من مبتكراته الأساسية، وليس أفضل من استعراض تاريخ جراح العرب الأعظم أبي القاسم الزهراوي للتدليل على ما وصل إليه العرب من تقدم علمي مذهل في هذا المجال. بعدما ظهر كتاب الزهراوي وترجم إلى اللاتينية بواسطة بعض المترجمين وإلى لغات أخرى كثيرة، عرف الغرب ما هي الجراحة، ماذا تعني الجراحة، وعرفوا أن هناك فنونا وأشياء كثيرة لعلم الجراحة لا يعلموا عنها شيئا، وبالتالي بدأت يعرفون أن هناك تخصصا جديدا يسمى الجراحة. لم يكن علم الجراحة معروفا بهذا المسمى في أيام الزهراوي، كان يسمى مهنة العمل باليد. فالجراحة لم يكن معروفا بعلم الجراحة إلا بعد ذلك. لذلك أقبل الغرب على ترجمة هذه المقالة أولا، ثم شعر المستشرقون وشعر العلماء وشعر علماء الغرب أن هناك مقالات هامة أيضا غير مقالات الجراحة، فلجأوا إلى ترجمة المقالة 22 والمقالة 29 التي تختص بحرق الأحجار وتحضير الأدوية المعدنية.
إن كان السهم بارزاً في موضع اللحمي فيجذب ويخرج، فإن لم يجب للخروج من وقته الذي وقع فيه فينبغي لك أن تتركه أياماً حتى يتعفن اللحم الذي حوله فيسهل جذبه وإخراجه. وكذلك إن نشب في عظم ولم يجبك للخروج فاتركه أيضاً أياماً وعاوده بالجذب والتحريك كل يوم فإنه يخرج. الزهراوي اشتمل في كتابه على كل فنون الجراحة التي كانت موجودة في هذا العصر، ولكننا وإحنا نتحدث عن الزهراوي، لو اختلفت الآلات الآن عن الآلات التي صنعها فهو اختلاف تكنولوجيا، اختلاف في كيفية الصناعة ومعرفة أدوات جديدة للصناعة ومعرفة تقنيات جديدة لكيفية أن نصنع آلات جديدة أو أن نستخدم خامات جديدة للتصنيع. كان الزهراوي رائداً في مجال الملاحظة السريرية، يتفقد أحوال المرضى ويصف أحوالهم وتجاربه المتعددة في علاجهم بدقة، ساعدته قوة ملاحظته ومنهجه الدقيق في تأريخ ملاحظاته في تطوير أساليبه يوماً بعد يوم، إلى أن قرر جمع وكتابة خلاصة خبرته حتى يستفيد بها تلامذته من بعده. إن لم يطاول الطبيب أعنان الكمال في هذه المهنة الإنسانية، وإن لم تكن معاناته أشد من آلام مريضه، فلن ينال الشرف الأسمى الذي تقتضيه صنعة الطب. تلك كانت عقيدة الزهراوي في الإنسان بنيان الله، غير مبال بعرق أو عقيدة، في ظل من التعايش يطمح بالأندلس إلى ذروة الازدهار. الواقع الزهراوي لم يكتفي أيضاً في حديثه عن الجراحة فقط بذكر العمليات الجراحية، وإنما ينصح الأطباء وخاصة الشباب الجراحين منهم بالتروي والحذر، وإذا كانت العملية غير مجدية ألا يقوموا بهذا الإجراء وأن يمتنعوا، خاصة إذا غلب على ظنهم أن هذا الإجراء الجراحي قد يؤدي إلى وفاة المريض. درس الزهراوي ونبغ في الطب حتى انتشر اسمه بين أوساط العلماء من الأندلس إلى دمشق. يقول عنه معاصروه إنه كان طبيباً فاضلاً خبيراً بالأدوية المفردة والمركبة جيد العلاج، وإنه كان من أهل الفضل والدين والعلم. الزهراوي تميز بأنه جمع كل شيء، التشريح، وصف تشريح جسم الإنسان السليم، ثم بعد ذلك وصف الأمراض التي تصيب جسم الإنسان عضواً عضواً، ثم بعد ذلك أتى إلى ذكر الأدوية التي تعالج بها هذه الأمراض
ثم أتى بعد ذلك إلى وصف أشكال صيدلية. أشكال صيدلية ما هي؟ الشرابات، التابت، الأقراص، الذرور، القطور، القطورات العينية، الأدوية المسهلة، الأدوية القابضة، وأدوية التجميل. وحضر الأقراص التابلت، أقراص الدوائية التي نستعملها كالأسبرين وغيره، وصنع قوالبا لهذه الغاية من الخشب الصلد وبأحجام مختلفة، ووضع لكل قالب علامة لكي يميز المستخدم دواء من دواء، لكي لا يكون هناك خلطا أو سوء استعمال بين الأدوية. يمكن أن نقول أنه أول من نادى بفكرة الإكسبيريشن ديت، تاريخ فعل الدواء أو فعالية الدواء. أولا، لكل نبات عمر إذا حفظ بشكل صحيح وجفف بشكل صحيح بعد مدة معينة لا يمكن استعمال هذا النبات. ثم تطرأ إلى الأدوية البسيطة والمركبة، قال أيضا أن لكل دواء عمر، لا يجوز أن نستعمل هذا الدواء أو ذاك بعد مدة معينة. وأما إن كان السهم قد توارى في موضع من الجسم وغاب وتوارى عن الحس، ففتشه بالمسبار، فإن أحسست به فاجذبه ببعض الآلات التي تصلح لجذبه، فإن لم تستطع عليه لضيق الجرح أو لبعد السهم في الغور ولم يكن هناك عظم ولا عصب ولا عرق، فشق عليه حتى توسع الجرح وحتى تتمكن من السهم حتى تخرجه. الكلاليب تكون أطرافها تشبه خرطوم الطائر، قد صنعت كأنها المبرد، إذا قبضت على السهم أو على شيء لم تتركه. أما المدفع المجوف يكون طرفه مجوفاً كريشة الطائر، ليسهل دخول طرف السهم فيه ودفعه إن شاء الله تعالى. الزهراوي قدم أشياء في علم السرطان لا زالت موجودة حتى الآن، يعني عندما يصف الأورام ويقول أن من هذه الأورام السرطانية ما يمكن أن يشفى بالجراحة فقط، هذا إنجاز. وعندما يقول أن هناك بعض الأمراض السرطانية التي انتشرت في الجسم وليس لها علاج على الإطلاق، هذا ما هو موجود الآن. عندما يصف كيف نقوم بعلاج السرطان فيقول الجراحة أحد العلاجات، استخدام المشرط، المشرط من إبداع الزهراوي. عندما يقول أن نقوم بكي الورم السرطاني بمكواة دائرية، مكواة دائرية لكي يسيطر على المرض من جميع النواحي، ويقول أيضا لكي نتأكد أن أحرف أن الأحرف بتاعت الأنسجة التي أزيلت لا يوجد بها امتداد للمرض. هذا إعجاز، إعجاز في وقت لم يكن هناك ميكروسكوب. والعمل في السرطان إذا كان متمكناً كما قلنا، أن يسهل العليل من المرة السوداء مرات ثم تفصده إن كان في العروق امتلاء بين، ثم تنصب العليل نصبة تتمكن فيها بالعمل، ثم تلقي في السرطان الصنانير التي تصلح له، ثم تقوره من كل جهة مع الجلد على استقصاء حتى لا يبقى شيء من أصوله، واترك الدم يجري ولا تقطعه سريعا، بل اعصر الموضع واسلت الدم الغليظ كله بيدك أو بما أمكنك من الآلات. لكن كمان في أنك أنت تستخدم النار عشان تكوي عضو معين مصاب بالمرض، وده اللي أوجده علماء الحضارة العربية والإسلامية،
والزهراوي كان قبل كده بيسخنوا الذهب فقال لا بلاش الذهب عشان الذهب ممكن يسيح، فنستخدم النيكو الحرير الحديد احسن. ده هو مش بس كده، ده قال لك انت بتعمل بتكو انه انت بتسخن الحديد على النار لازم تسخنه بالدرجه اللي تتناسب مع العضو المريض. عمل آلات كتيره جدا للاستخدام في الكي، وكل آلة تتناسب مع حاجه معينه، زي ما قلت آلة السرطان تكون مدوره عشان خاطر يحوط الورم من جميع الجهات، آلات تانية زي آلات الزيتونة أو من سبارك وهكذا. يعني هناك آلات كثيرة اخترعها الزهراوي لكي يستخدمها في عمليات الكي. ولولا أنه لا يليق بكتابي هذا لأوردت عليكم سرا في النار غامضا وكيفية فعلها في الأجسام ونفيها للأمراض بكلام فلسفي برهاني يدق عن أفهامكم. يقال عن الزهراوي إنه أسرف في استخدام أسلوب الكي في علاج الأمراض المختلفة، فقد كان ينصح بالكي بالنار في علاج الناصور وجفن العين والضروس والمانيخوليا وغيرها، غير أنه قد خالف أهل عصره في اعتبار الكي وحده كافياً دون أدوية تصاحبه، إنهم يعتقدون ألا علاج ينفع بدواء ولا بغيره بعد وقوع الكي، والأمر بخلاف ذلك. الزهراوي كان له آراء وتجارب خاصة واختراعات جديدة في علم الأسنان، آلات جديدة للأسنان. كان ينصح أن احنا ما نخلعش الضروس لأنها لما تتخلع مش هيطلع غيرها، فكان يوصي بالحشو، حشو الضروس. استخدم الكي في علاج الأسنان، استخدم خيوط الذهب والفضة عشان يربط الأسنان ببعضها. أول مرة في التاريخ يحدث هذا، لم يحدث هذا من قبل. كثيراً ما كان الزهراوي يخاطب تلامذته في كتابه بيا بني، فقد كان يتصف بالرفق والخلق الشديد، وربما كانت آدميته سبباً في اهتمامه بالخياطة التجميلية، فكان اهتمامه بالأثر النفسي للجراحة على المريض لا يقل عن اهتمامه بقواعد الطب. ابتكر الزهراوي أسلوب الجراحة تحت الجلد التي تخفف من التشوه الناتج عن أثر المشرط. في مجال علم التجميل أشياء كثيرة أخرى كثيرة جدا في علم الزهراوي، يعني كتاب التصريف لمن عجز من يقرأه يقف على العديد والعديد والعديد من الطرق الجراحية التي استخدمها الزهراوي. استخدامه لكيفية التعامل مع الكسور، اكتشافه أن هناك ما يسمى بالجراحة التكميلية، أن أنا أكمل الجزء الناقص في العظم المكتور، ده موجود في عهد الزهراوي. أن هو يقول أن هناك التهاب مزمن في العظم فلازم أشيل كل الأنسجة العظمية اللي حصل فيها التهاب، الميتة لازم تتشال لأنها هتعمل التهاب. ده إنجاز رائع وعظيم. أن هو يحط الطرق لكل طريقة في كسر العظام طريقة مختلفة عن الأخرى اللي احنا بنشوفها دلوقتي، نلاقي كسرة تربط له دراعه بالطريقة الفلانية، أو كسرة تحفظ له دراعه بالطريقة الفلانية، أو تحط كورة هنا وتربط عليها. كل ده كان موجود في عهد الزهراوي واستطاع أن يقدمه للبشرية. الطب مر بثلاث مراحل في التاريخ. المرحلة الأولى كان بينظر للمرض إن سببه الأرواح الشريرة، وبالتالي كان يتعاملوا مع المرض على إنه روح شريرة لازم تعالج، فممكن يضربوا المريض مثلا أو يعزلوه. تطور الطب شوية وبدأوا ينظروا للمرض على أنه نوع من الخطيئة، إن الإنسان اللي أخطأ في حق الإله يعاقبه الإله بأنه هو يجيب له المرض، وبالتالي العلاج بيحتاج أن الإنسان يرضي الإله عشان يتعالج، يرضيه بقى أنه هو الكاهن أو الشيخ أو كذا يطلب منه بقى الديك الأحمر والحاجات اللي بيعملوها ده، أو يعمل زار أو حاجة زي كده. المرحلة اللي بعد كده اللي هي ملهاش دعوة بالخطيئة ولا بالأرواح الشريرة خالص، لها دعوة بالمنهج العلمي إن كل حاجة لها سبب. ده ابتدوا العلماء المسلمين، علماء الحضارة الإسلامية هم بدأوا مثل هذا
التطور في منظومة التطور في الطب. تحدث المستشرقون عن الزهراوي وكتابه بإسهاب شديد، وأستطيع أن أقول وبكل أسف أن الدارسين الغربيين المستشرقين هم الذين قدموا لنا الزهراوي، وهم الذين سلطوا الضوء على الزهراوي، فقاموا بطباعة الكتاب باللغات المحلية، طبع عدة مرات في أوروبا وباللغات الأجنبية طبعا وباللاتينية وباللغات المحلية. ونزهوا أنفسكم عما تخافون أن يدخل عليكم الشبهة في دينكم ودنياكم، فهو أبقى لجاهكم وأرفع في الدنيا والآخرة لأقداركم. ولكن في النهاية الحضارة منظومة، ومنظومة الحضارة العربية والإسلامية كانت منظومة رائعة استطاعت أن تقدم للبشرية علماء قدموا لها أبجديات رائعة استطاعت أن تشكل كلمات وحروف مضيئة في تاريخ الطب وفي تاريخ العلم. اختلف المؤرخون حول موعد وفاة الزهراوي، والأغلب أنه قد مات عام 1013 من الميلاد، إلا أنهم قد اتفقوا جميعاً على أن أثره باق حتى يومنا هذا، فبصمته واضحة في كل فروع الطب الحديث، وترجمات كتبه إلى اللاتينية واليونانية هي ما بنت عليه أوروبا نهضتها الطبية الحديثة.